بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 83.31%. متابعينا الأول مرة رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك. ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة وذلك بعد اعتمادها منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح 83.31%. ومن المقرر أن تنشر مديرة التربية والتعليم بالجيزة نتيجة برقم الجلوس بعد قليل على الموقع، وسنترك لكم رابط الموقع في صندوق الوصف. وبلغ عدد المتقدمين 163,507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني، نجح منهم 135,267 طالبا وطالبة. وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالبة، حيث صدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح. كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السبع بنسبة نجاح 96.67%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة القسم المهني بنسبة نجاح 85.23%. ومن جانبه أكد مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال صفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، متمنين دوام النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.